لدينا الجهاز الشدي، يوجد فيه مشكل، لا يشتغل فيه شيء. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاحه. سوف أقوم بتوصيله ب 12 فولت ونرى. سوف نقوم بإصلاحه إن شاء الله. بسم الله. قمت بتوصيله بالكهرباء، لا يشتغل فيه شيء. سوف نقوم بتجربته هكذا ونرى إن شاء الله. سوف يشتغل الجهاز الآن. نعم، هو الجهاز الآن شغال. يعني بعدما تم تشغيل الجهاز سوف نرى هل توجد الإشارة أم لا. إن شاء الله سوف تكون الإشارة، لأن المشكل من الأي سي. بسم الله. نعم، الآن توجد 13 فولت، يعني تم إصلاح الجهاز والحمد لله. دائما شروحاتنا مع بي سي بي واي، يعني نأتي مثلا نختار البوردة التي نريدها، يعني عدد القطع التي نريدها، ثم الطول، ثم العرض، ثم الطبقات، ثم نختار اللون والسمك، يعني مثلا نختار الأخضر أو أزرق، حتى نضع جميع المعلومات. نضغط على أحسب. عندما نضغط على الأحسب هذه المراحل التي سوف نقوم بها من الأول. أول شيء وهو اقتباس عبر الأنترنت، ثم تحميل ملف جيربر، ثم الدفع، ثم تلفيق يعني صنع البوردة، ثم شحن، يعني يقومون بشحن البوردة التي قمنا بطلبها، وننتظر حتى تأتينا يعني طلبنا، ونقوم بتأكيد ومراجعة طلبنا. هذا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبائي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. لدينا الجهاز الشدي، يوجد فيه مشكل، لا يشتغل فيه شيء. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاحه. سوف أقوم بتوصيله ب 12 فولت ونرى. سوف نقوم بإصلاحه إن شاء الله. بسم الله. قمت بتوصيله بالكهرباء، لا يشتغل فيه شيء. سوف أقوم بفتحه ونقوم بإصلاحه إن شاء الله. إشارة الجهاز، قمت بشرائه من الجوطية. يعني بما أن لا يشتغل فيه شيء، يعني أول شيء أقوم به هو قياس خروج 12 فولت. هل تخرج 12 فولت أم لا؟ أول جهاز من الداخل، يعني يظهر جيد أو جديد. سوف أقوم بتوصيله ب 12 فولت وأقوم بالقياس. سوف أقوم بقياس مدخل 12 فولت هنا. يعني مدخل 12 فولت لا توجد فيه 12 فولت، يعني ربما لدينا قصر أو شورت في مدخل 12 فولت. سوف أقوم بتحويله إلى الجرس ونرى. نعم، يوجد الجرس، سوف يكون في هذا المكتف أيضا. يعني مسار 12 فولت يوجد فيه القصر. سوف أرى مسار 5 فولت. 5 فولت يعني سالم، 1.2 سالم، 1.7 أيضا سالم. يعني لدينا المشكل في مسار 12 فولت. سوف ينحصر المشكل في مدخل 12 فولت ومدخل 12 فولت في مكان الإشارة. يعني سوف نقوم إن شاء الله بتحديد العطل بطريقة سهلة جدا، ولكن قبل أن نقوم بتحديد يعني العنصر الذي سبب هذا المشكل، أن نرى أرقام الأي سي هات، لأن سوف نقوم بطريقة سهلة لكي لا تحترق لنا الأي سي هات. في هذا الأي سي الخاص بالإشارة يوجد S8035، يوجد هنا
اس صغير ذو 6 أرجل يوجد فيه اس 47. يعني الطريقة التي سوف أقوم بها وهو استعمال 12 فولت عالي أمبير. مثلا هذا توجد فيه 12 فولت 3.50 أمبير. عندما أقوم بتوصيله ب 12 فولت عالي أمبير، يوجد فيه أمبير كبير، سوف يحترق يعني العنصر الذي يوجد فيه المشكل. مثلا يوجد المشكل في هذا الأيسي الصغير سوف يحترق، أو هذا الأيسي الخاص بالإشارة سوف يحترق، سوف يخرج الدخان منه، أو هذا المكتف، أو هذه المكتفات الأخرى التي توجد في مسار 12 فولت. ولكن عندما يعني نريد أن نقوم بتوصيله ب 12 فولت عالي أمبير، يجب أن نقوم بتوصيله ونزعه بسرعة لكي لا تحترق المسارات. بسم الله، سوف أقوم بتوصيله كما تلاحظون، يعني المشكل في أيسي الإشارة والذي يوجد فيه المشكل. سوف أقوم بنزع الأيسي الخاص بالإشارة وأقوم بتغييره. الآن شوه الأيسي يعني، ولكن يظهر بداية الأرقام إس 80. هذا يجب أن نقوم بسرعة نزع 12 فولت لكي لا تحترق المسارات الخاصة بالأيسي. سوف أقوم بنزع الأيسي إن شاء الله الآن. هكذا يعني الطريقة سهلة، ولكن توجد طريقة أخرى أن تقوم ب يعني بإقصاء يعني القطع، ولكن سوف يأخذ وقت كثير. أما هذه الطريقة يعني سهلة جدا، لهذا من الأحسن نقوم باستعمال هذه الطريقة لكي نربح الوقت. يعني تم نزع الأيسي، هو يعني سوف أقوم بتغييره بنفس الرقم إن شاء الله ونجرب، وسوف يتم إصلاح المشكل بإذن الله. يعني كما قلت سابقا رقم الأيسي مكتوب عليه إس 8035. أول أي سي يعني رقم نفس الرقم.
الآن تم تثبيت الـ IC جيدا، خاص بالإشارة. يعني الطريقة سهلة جدا. لما تم تغيير الـ IC الخاص بالإشارة S8035، سوف نقوم بتجربته هكذا ونرى إن شاء الله سوف يشتغل الجهاز الآن. نعم، هو الجهاز الآن شغال. يعني بعدما تم تشغيل الجهاز سوف نرى هل توجد الإشارة أم لا. إن شاء الله سوف تكون الإشارة، لأن المشكل من الـ IC. بسم الله. نعم، الآن توجد 13 فولت، يعني تم إصلاح الجهاز والحمد لله. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.